حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية على العملاق الإيطالي يوفنتوس بغرامة قدرها 15 نقطة نتيجة للتحقيق في قضية مكاسب الانتقالات المشبوهة. يأتي الخصم بسبب إدانة النادي بتهمة المحاسبة الزائفة والتلاعب بالسوق، حيث ادعى المدعي العام أن يوفنتوس أخطأ في تمثيل خسائره بين 2018 و2020، لا سيما فيما يتعلق بالمبلغ المضاف إلى مبيعات اللاعبين. كانت التوصية الأولية من مكتب المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم هي عقوبة 9 نقاط، حيث قال المدعي العام الاتحادي جوزيبي تشين: يجب أن تكون العقوبة مؤلمة، يجب أن ينتهي يوفنتوس الآن خلف روما، خارج مراكز كأس أوروبا. ومع ذلك قررت محكمة الاستئناف إسقاط عقوبة من 15 نقطة، مما يتركهم برصيد 22 نقطة في المركز العاشر إلى جانب بولونيا وإمبولي، خارج المراكز الأوروبية التي عادة ما يناضل النادي من أجلها. لقد احتلوا سابقا المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلف متصدر الدوري نابولي وميلان. علاوة على ذلك، تم تعليق العمل الرياضي لمدة 2 عام للرئيس التنفيذي للنادي موريتسيو أريفابيني والمدير الرياضي السابق للنادي فابيو باراتشي، الذي يشغل الآن منصب المدير الإداري لكرة القدم في توتنهام، بينما حصل نائب الرئيس السابق بافيل نيدفيد على 8 أشهر من الإيقاف. كما تم إيقاف الرئيس السابق للنادي أندريا أنيلي لمدة 2 عام، بينما تعرض المدير الرياضي الحالي فيديريكو تشيروبيني للإيقاف لمدة 10 أشهر. وتم تبرئة الأندية الأخرى المشاركة في التحقيق: إمبولي وجنوة وسمبيدوريا وبارما وبيزا وبسكارا ونوفارا وبروفرتيشيلي، ونفى يوفنتوس الذي كان ينتظر تطور الإجراءات منذ أكتوبر تشرين الأول بعد اكتشاف إعادة فتح التحقيق ارتكاب أي مخالفات من جانبه. تناقلت وسائل الإعلام الإيطالية على نطاق واسع أن النادي سيستأنف القرار، حيث لديهم 30 يوما للقيام بذلك، وإذا كان الاستئناف ناجحا فلا يمكن تغيير العقوبة وستتم إزالتها بالكامل.